هذه الصورة اللي أنا أريد أتحدث عنها الآن. تشوفون هذا الشباب، تشوفون هذا التنظيم، تشوفون هاي الحبال، هذا الطريق اللي الآن سواق التوك توك الأبطال، هذا رمز الثورة العراقية التوك توك. هذا الآن الشباب فاسحين هذا الطريق برغم مئات الآلاف من المتظاهرين. هذا التوك توك يقوم بنقل الجرحى. دولة هاي وحدة من الصور اللي موجودة بساحة التحرير. اللي يسأل انه شلون تتم الامور هنا، شلون تتم السيطرة عليها، تشوفون شباب انه هذا الان هاي الشباب هي اللي تقوم بالسيطرة وهي اللي تقوم بالتنظيم، والتوك توك هو اللي يقود الثورة الان. هذا شباب، هذا التوك توك اللي يقوم بنقل الجرحى، مفارز طبية موجودة، تنظيم عالي جدا، تنظيم مؤسسي، تنظيم رائع، شباب يتبادلون الأدوار، يقومون بهاي المهمة. هذه الصور العراقية الرائعة، هذا الشباب العراقي الحقيقي، هذا التنظيم، وهذا التنظيم مستمر على مدى 24 ساعة. 24 ساعة الشباب يتبادلون الأدوار. مشاهدي الكرام، يعني راح أختم الحلقة من هذا المكان.